اهلا بكم في حلقه جديده من سلسله الصوتيات او الليسننج والبرونسيشن الصوتيات والنطق. السلسله اللي احنا بنحاول ان احنا نحسن فيها نطقك وفي نفس الوقت نحسن كمان الليسننج او الاستماع عندك وندمجهم مع بعض في حلقه واحده. قبل ما نبتدي الحلقه مع بعض ما تنساش انك تتفرج على بقيه الحلقات في قائمه تشغيل الديسكريبشن اللي انا حاسبها اسفل الفيديو. بقيه الحلقات الصوتيات هتعجبك جدا. المستوى الاول للمبتدئين الاستماع والنطق دي اسم قائمه التشغيل. يلا بينا نبتدي مع بعض مع صوت النهارده وهو التي اتش. قبل ما ناخد كلمات الاول لازم اوصف لك الصوت. في منا عارف ان صوت التي اتش في الانجليش بيبقى ليه صوتين، يا اما ث ث انك بتحط لسانك ما بين سنانك فبتقول ف ف او انك بتقول ذ ذ زي الذال عندنا زي الذئب في اللغه العربيه. اوكي، وده مهم جدا انك تفرق ما بين صوت الث وصوت الاس او الس، وانك تفرق ما بين صوت الذ ذ الذال وصوت الزي اللي هو الزد يعني. اوكي، وده اللي احنا هناخده في الامثله التاليه. حاول تنطق الكلمات دي معايا وخليك اكتف ومتفاعل. اوكي، لا تكتفي بالمشاهده لان ده تمرين نطق. يلا بينا. math لساني بيطلع لبره، لكن mass س س س thank لكن sank thorough لكن sorrow تاني ث ث ثورو و سورو ثينك و سينك. الاسم ما بطلعش فيها لساني. اوكي، اللي بعده ماوث و ماوس. نخش بقى على صوت التي اتش لما بتتنطق ذا والفرق ما بينها وما بين الزي. بريذ و breeze. تاني breathe و breeze. teeth دي هنا ث و tease tease. bathe و bathe bathe. اوكي، طيب قبل ما ناخد الديالوج واختبر الاستماع بتاعك واشوف هل ودنك بدأت تفرق ما بين صوت الـ TH والـ S والـ Z، خلينا ناخد تانج تويستر مع بعض. والتانج تويستر زي ما قلنا ان هي جمل بيبقى فيها الكذا صوت اللي احنا بنشتغل عليه النهارده مع بعض متقاربين جدا، ولازم تتدرب عليه كذا مره لمده اسبوع او حاجه عشان الصوت بتاعك يطلع ويبقى الصوت اللي احنا بنشتغل عليه يبقى كويس ويوصل لعقلك ويشربه بطريقه جميله جدا. طيب تعالوا ناخد الجملة دي مع بعض. The first thing that they think. The first thing that they think. حاول تقولها أسرع. The أو أبطأ الأول. The first thing that they think. طلع لسانك بسرعة شوية. The first thing that they think. The first thing that they think. طيب جملة تانية. هننطقها الأول بالراحة وبعدين بسرعة، وتاني الجمل دي لازم تتدرب عليها لمدة أسبوع على الأقل. These things finish sooner than you think. Again, these things finish sooner than you think. أسرع شوية. These things finish sooner than you think. These things finish sooner than you think. Okay? Very good. تعالوا ناخد مع بعض تمرين جميل جدا. عاوزك تقول لي انت سمعت فيه ايه. اكمل الفراغات التالية. I don't think right now. ها، لو كانت اجابتك اللي انت كتبتها think مش thing يبقى انت صح. He loves math. ها، لو كانت اجابتك math مش mass فانت صح. She has a smart mouth. لو كانت اجابتك mouth فانت صح. Don't tease me. Don't tease me. لو كانت اجابتك tease
T-E-A-S-E مش teeth فأنت صح. My teeth hurt. لو كانت إجابتك teeth بال T-H T-E-T-H فأنت إجابتك صح. يلا بينا نتحرك على آخر جزء دايما في الحلقة وهو الديالوج وهو حوار أنا بسيب فيه فراغات وبنكملها مع بعض. يلا بينا. Dialogue. What's your favorite class? My favorite class is math. And what do you think of Mr. Ahmed? He's good. And I thank him all the time. What other classes do you like? I love music classes because I love to sing. Cool. Thanks a lot. You're welcome. نسمع الديالوج كمان مرة مع بعض والمرة دي بقى تبقى الكلمات الصحيحة موجودة في الفراغات. What's your favorite class? هي class بالاس مش class. My favorite class is math. TH. And what do you think? مش think. TH of Mr. Ahmed. He's good and I thank. TH. I thank him all the time. What other classes do you like? I love music classes cause I love to sing. S, مش TH, مش thing, an old sing. Cool. Thanks a lot. Thanks. وكده انتهت الحلقة بتاعت كورس الصوتيات. النهاردة اتكلمنا على صوت TH. ما تنساش تسيب لي اي اقتراحات او كومنتس او لو في حاجة ما فهمتهاش في التعليقات عشان اساعدك واشرحها لك. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد وتنتشر المعلومة لعدد اكبر. خليني اشوفكم على خير وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا.